أكدت مصادر حكومية أن الحكومة تدرس فكرة إلغاء التوقيت الشتوي والحفاظ على توقيت موحد طوال العام مقابل تغيير ساعات الدوام، حيث يمكن تأخيرها شتاء حتى تسهل عملية انتقال الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أماكن عملهم في ساعات الضوء، خاصة أن وفرات الطاقة المتوقعة بسبب تغيير التوقيت التي كانت متوقعة ليست ذات جدوى. مواطنون أكدوا رفضهم لهذا التوجه بسبب تأخير طلاب المدارس والجامعات وخاصة الطالبات في الشتاء، مطالبين بالعدول عن هذه الفكرة. رأيي بالنسبة لي يعني أنه ظلوا توقيت يعني توقيتين يعني توقيت صيفي وتوقيت شتوي، لأنه أصلا هيك يعني هذا التوقيتين بتأقلم يعني مع الوقت ومع الفصول الأربعة يعني. يعني بالشتاء ممكن أنه في يصير تأخير بالدوام، مع أنه في كمان دراسة أنه بدهم يأخروا الساعات بالدوام. والله أنا مع توجه الإبقاء على توقيتين الصيفي والشتوي. ضد هذا التوقيت؟ أنا ضد أنه يكون يعني توقيت واحد. لا والله بحب التوقيت الشتوي والله، بحبش كثير التوقيت الصيفي انا صراحه. يعني ما والله بالنسبه لي لا. لانه بالشتوي يعني النهار يعني اول شيء من ناحيه شتاء كشغل يكون طويل، مش هالشيء مجدي يعني مع الناس، فبيكون تعويض في الليل يعني. انا بالنسبه لي بشتغل شوي بيتي يعني في الامور، فبحب الشتاء اكثر. فبالنسبه لي توحيد التوقيت مش كثير فكره كويسه يعني. لا غلط طبعا. ليه؟ اول شيء اولادنا، في لنا اولاد بالمدارس، يعني لما تيجي تقلب التوقيت حرام، بصير يطلع على الخمس يعني على السبعه، هسه بيطلع على السته بالشتاء بكون ليل على توقيت الشتوي يعني بحكي لك. اما الصيفي لا كويس، هم بدهم يلغوا الشتوي، يلغوه ويخلوه على توقيت الصيف. لا لا التوقيت هيك افضل، انه يعني تبدل التوقيت. تبدل التوقيت افضل. والله التوقيت انا بالنسبه لي التوقيت يعني لو يظل صيفي شتوي افضل. افضل افضل، لانه ممكن المناخ يتغير. طبعا طبعا في مدارس، في طبعا في مدارس، وفي عندك الوقت بالنهار يعني الصبحيات لما بدو يطلع الاولاد يطلعوا بالنهار ولا يطلعوا بالعتمه. يعني ضد هذا التوجه من الحكومة؟ نعم. شكرا. لا والله هو انا بوجهة نظري انه يعني التوقيت الشتوي يعني مناسب جدا يعني بالنسبه لطلاب المدارس للشغل، يعني الليل بصير اطول وخلص، احنا تعودنا من صغرنا انه الشتاء له توقيت والصيف له توقيت، يعني التوقيت الشتوي ممتاز مناسب لنا يعني سواء بالشغل ولا بالدراسه ولا حتى لو اخروا ساعات الدوام. والله هو يعني بالاول يعني نضلنا نقلب زي هيك، لا ما بايد انا هاي الفكره انه يكون في توقيت شتوي وتوقيت صيفي هيك افضل. والله انا مع، لانه على الاقل الساعه البيولوجيه للانسان بضلها مستقره، بضلش تتغير. طيب الوقت والمناخ والتغيير والليل والمدارس الصبح الشتاء، يمكن بالنسبه للشتاء احسن، انه يعني يمكن الطفل شوي بينام اكثر، شوي برتاح بدل ما يصبح يعني بالعتمه وبالبرد بسر الصبح، يمكن يعني يكون افضل للطفل ولحتى الموظف، ما بطلع يعني كثير مستعجل والبرد والغيوم وأصلاً بتكون الدنيا عتمة. وتأتي هذه الدراسة من قبل الحكومة في ضوء استمرار كثير من الدول العربية بتوقيتها دون تغيير ما يسهل التواصل التجاري والأعمال معها. حازم السردي، الحقيقة الدولية.